بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أطلقت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري حملة إنسانية استهدفت دور العجزة. المحطة الأولى كانت من بيت الشيخوخة الأرثوذكسي في مدينة الميناء في طرابلس. لفتة كريمة وإن شاء الله مباركة على طول. احنا عنا تقريبا 50 مسن ومسنة، فهلا اللفتة الكريمة كتير منحبها ومنتشكركم ومنتمنى على طول تكونوا جنبنا داعميننا. اليوم شو بينقصوا بيت الشيخوخة؟ هلا بينقصوا الدعم المادي، لأنه نحن بظل هالأوضاع الاقتصادية في عنا كتير مصاريف بس المداخيل كتير قلت، وفي عنا قسم من المسنين والمسنات ما بيدفعوا عنهم أهلهم، فمنضطر نحن نضل مستقبلينهم، بس هالشي عم يكلفنا كتير تكاليف باهظة. ومثل ما بتعرفوا نحن متعاملين مع الشؤون الاجتماعية بس صار لها 3 سنين تقريبا ما في دفع، فمنتمنى من الأيادي البيضاء تدعمنا ماديا. احنا هلا على عيد الميلاد عاملين حملة عم نساعد الكبار بالسن. احنا هلا حاليا ببيت الشيخوخة الأرثوذكسي بالمينا بطرابلس، حبينا نعمل جستشر صغيرة للختيرة على عيد الميلاد. جبنا لهم حرمات، جبنا لهم بيجامات، جربنا قد ما فينا نوقف حدهم بهالظروف الصعبة، بما انه الدولة تقريبا غايبة عن وزارة الشؤون والدولة تقريبا غايبة عن المساعدات لهم، فحبينا ندعمهم شوي قد ما فينا بهيدي الظروف وبفترة عيد الميلاد. من طرابلس إلى ضد الكورة، حيث استكملت الحملة بزيارة دار حاملات الطيب. هلا نحن جمعة أعياد وشهر أعياد إن شاء الله بينعاد عليكم يا رب وعلى البلد، إنه جايين طلعوا على الختيارية وجايبين لهم كادويات شوي يحسوا برمز العيد وشوي ندخلهم على قلبهم شوية فرح بالوضع اللي نحن فيه. اليوم شو أكتر شي بينقص أماكن دور العجز وإيواء العجز؟ لك كتير، إذا في أشياء نواقص، أدوات طبية، أدوية، أشياء طبية لقلهم أكيد كتير في أشياء ناقصنا إياها بقلب الدار. نحن تقريبا شي 24 شخص، 25 بيطلعوا بين 14 مرأة وشي 9 رجال. يعني هيدي الحملة تابعة للحملات والأشياء اللي عم نعملها نحن بالمركز عنا. بمناسبة الأعياد عم نحاول قد ما فينا نساعد دور الشيخوخة. كنا هلأ الصبح ببيت الشيخوخة المسيحي بالمينا الأرثوذكسي، هلأ نحن عن حملات الطيب بددي، نحاول قد ما فينا نقدم البسمة، ندخل الفرحة على قلوبهم. بمكن ردود فعلهم للختيرة كتير مبسوطين، عم يستقبلونا كتير حلو ورجعوا لعنا وعم ينبسطوا بالهدايا اللي نحن عم نقدمها. وإن شاء الله الكل يعمل هيك لأنه هن تقريباً almost منسيين يعني.